مساء الفل على حضراتكم، ولسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. بشكر طبعا الزميل محمد سعيد، وكان معاه الاستاذ خالد الاتربي الناقد الرياضي. نورني وشرفني في الفقره الثانيه من الاهلي الليله الكابتن الكبير الكابتن جمال السيد، يعني نجم الاهلي ونجم مصر ومساعد رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. منور الدنيا يا كابتن جمال. اهلا بيك كابتن ميدو، واهلا بالساده المشاهدين، وببقى سعيد فعلا في قناه الاهلي معاكم. حقيقي اكيد بيتك. بيتي طبعا، وببقى سعيد جدا. فرحين في اي مكان بيكون فيه بس اسم الاهلي. حبيبي طبعا كلنا. في اي مكان، دي حقيقه والله فعلا بنفتخر. وقد ايه النهارده طبعا لما نيجي بقى للبان، يعني انا فخور بالنادي الاهلي بمنتهى الامانه. ربنا يخليك كابتن. بعد البان النهارده اللي قصده كابتن محمود الخطيب، وهنتكلم يعني عليه بالتفصيل اكيد، بس الاول طمني عليك وطمني على القطاع البراعم في النادي الاهلي. الحمد لله طبعا، الحمد لله احنا ماشيين يعني كويس بالنسبه لقطاع البراعم. طبعا انا ماسك فرق 2008 و2009 و2010 وفي سن تحضيري معايا 2011، وده اعتقد ان انا بشوفه بالنسبه لي انا شخصيا طبعا، واعتقد بالنسبه للتخطيط او اي بلان لقدام شويه، اعتقد ان هو قطاع مهم جدا، لان القطاع ده انت بتكون فيه مرحله التكوين دي مهمه جدا، بتشمل مرحله اختيار ومرحله تجهيز الجزء المهاري اللي هو اهم، اللي بتبني عليه الشغل بتاعك بعد كده لما بتوصل لمرحله 12 و13 سنه. اكيد جزء مهم جدا طبعا، واحنا بنشتغل فيه بشكل كويس، وعندنا مجموعه لعيبه كويسين جدا ان شاء الله، لعيبه واعدين، لعيبه مهاريين، ان شاء الله باذن الله يبقى نواه قويه طبعا لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، وان شاء الله بعد كده باذن الله يقدروا يكملوا الفريق الاول والدرجه الاولى. كنت ماسك قطاع البراعم في انبي، وبعد كده رحت النادي الاهلي. القطاعين بيتشابهوا في ايه؟ لا، القطاعين بيتشابهوا في التنظيم، الاختيار الجيد كان في النادي الاهلي طبعا وفي نادي انبي. نادي انبي ماشي طبعا بخطوات ثابته اعتقد من فترات طويله في جزئيه البراعم والناشئين، وهم فعلا يعني قد ايه لما اشتغلت معاهم ناس واعيه جدا وناس فاهمه، تخطيط جيد من مجلس اداره، تخطيط جيد من القائمين على قطاع الناشئين، كابتن امام محمدين، كابتن محمد اسماعيل برضو كلهم، يعني حسيت ان نفس الجزئيه اللي كان بيها بدا النادي الاهلي من فترات طبعا سابقه ايام كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، لما الاول ما كون مدرسه الكوره وبدات مدرسه الكوره تؤتي نتاجها بشكل كبير جدا، ممكن في فترات لسه كانت متاخره شويه ولكن كانت فترات مهمه جدا، واحنا شايفينها على الساحه لعيبه كتير جدا كانوا معانا في مدرسه الكوره، وقبليهم لعيبه منهم رمضان صبحي وتريزيجيه وكهربا لعيبه، يعني مش بالضروره كلهم مكملين في نادي، محمد اشرف توفيق رؤى اللي على ما اذكر يعني، واحمد حسن كوكا ورامي ربيعه ومحمد هاني، كل دول كانوا نتاج مدرسه الكوره في النادي الاهلي. فالشبه بينهم يا كابتن ميدو شبه كبير جدا، لان انبي مشي بخطوات ثابته في نفس التوجه، برضه دلوقتي شايف لعيبه كتير طبعا، وعلى سبيل المثال صلاح محسن وفي علي لطفي ومجدي قفشه ولا حمدي فتحي اعتقد جه النادي في الدرجه الاولى في انبي. يعني برضو لعيبه كتير ماشيين بنفس السيستم بالظبط. تمام. تعال نتكلم في الحدث المباراه اللي اجلت لاسباب غير معلومه، غير طبعا اللي اعلن بالنسبه لنا ان هو جهات امنيه، واحنا طبعا الجهات الامنيه بنحترمها جدا ومقرراتها كلها طبعا على يعني لازم نحترمها جدا. تمام. لكن كان مفاجاه مفيش شك، يعني هو لما تأجل مباراة أمنيا مش هيبقى قبلها بيوم بالظبط أو يومين ولا ثلاثة بالظبط، فهو الموضوع كان مفاجأة لينا كلنا، ولسه لغاية دلوقتي مش عارفين السر الأساسي. بالظبط. لكن احنا طبعا نكرر وبنعيد يا جماعة، احنا نادي وطني جدا جدا، مهما نتكلم مش هنقول قد إيه النادي الأهلي وطني، واتكلمنا امبارح واتكلمت مع حضراتكم امبارح كتير جدا عن دور النادي الأهلي في ريادته، ودور النادي الاهلي في ارتقائه باسم مصر اكبر واكبر واكبر. النادي الاهلي اكبر نادي بيحارب على اي بطوله، اكبر نادي بيشرف مصر جوه وبره، مش عايزين نقعد نعدد يعني. وقلنا كمان ان التاريخ مدون النادي الاهلي بحروف من ذهب عشان اللي نظره ضعيف يشوفها، وحروف كبيره كمان. فموضوع وطني ومش وطني ده بعيد خالص عن القصه، كل احترامنا للاجهزه الامنيه، كل احترامنا لجيشنا لشرطتنا، كلام ما فيهوش كلام اساسا، ما ينفعش اساسا يعني نتكلم فيه. وقلنا قبل كده ان هي مش باليفط، مش بالكلام، مش بالشعارات، بالعمل، والعمل اللي باين للناس كلها. وبناء عليه النادي الاهلي طلع بيان كابتن جمال، كان ردود افعال واسعه جدا، كلها ردود افعال ايجابيه. حضرتك شفت البيان ازاي وشفت الدنيا ازاي؟ خلينا نقول حاجه مهمه، نقطتين مهمين جدا جدا واضحين قوي في البيان. النادي الاهلي بالنسبه لجزئيه الامن، النادي الاهلي اشاد بالامن بشكل كبير جدا، وده في جزء في الجزء مهم في البيان او في بدايه البيان تحديدا، ان الامن كان قادر على ان هو تنظيم كاس الامم الافريقيه في وجود 24 فريق بجمهور،
ما حصلتش ولا مشكله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حتى الظروف السياسيه اللي كانت بتحصل في البلد في الفترات السابقه، انا شايف ان الحمد لله بلدنا الحمد لله امن وامان والدنيا ماشيه كويس قوي، والامن بين كان للجيش او الشرطه مسيطرين بشكل جيد جدا على بعض المناوشات اللي بتحصل، ودي عاديه، الموضوع منتهي. تمام تمام. حتى المناوشات دي كانت من اسبوعين وثلاثه ويعني وشخصيات عماله تهرتل من بره وفيديوهات والكلام الفاضي ده كله، مش عايز اروح له كتير، ولكن بتكلم عن جزئيه ان بلدنا في الوقت ده الحمد لله الامن بيسيطر عليها بشكل كويس. وسبق برضو ونظم مباريات كبيره في برج العرب، وبعدين انت بتتكلم من غير جمهور، موضوع يعني موضوع واضح جدا، احنا بنتكلم في مباراه بتحصل، حتى لو انا متوقع لا قدر الله بمشاكل بصدر قرار امني ان المباراه بدون جمهور في برج العرب. تمام. في استاد القاهره في اي مكان. تمام. الامن قادر على تنظيمها بشكل كويس. النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها البيان نقطه مهمه جدا، لان دي بعد كده ممكن تدعو لعشوائيه في التنظيم زي ما حصل السنه اللي فاتت في بعض المباريات، مباراه تتاجل مباراه ما تاجلش، اشمعنا مش اشمعنا، الكلام اللي كان بيحصل ما بين لحظه واخرى دي واضحه جدا. لو بدات كده من النهارده بتتكلم في الاسبوع الرابع في الدوري يبقى انت كده عندك مشكله كبيره، انما انا ما اعملش يعني مش عايز اقول ايه، ان تحس ان ظاهريا في نقطه مفقوده، في حاجه مفقوده زي طبعا ما حضرتك قلت طبعا. انما هي في ايه بين الكواليس، انما الحمد لله انا شايف الامن طبعا كامل احترامنا للجهات الامنيه، وده واضح جدا في البيان، لان انت بتقول امن يبقى خلاص حاجه دي تخص. هو طبعا كلام حضرتك مهم جدا وانا باكد عليه، ان احنا مش كلام، ان احنا بنحترم الامن كلام، في ناس يقول لك انا بحترم الامن كلام، لا قولا وفعلا بالظبط النادي الاهلي فعلا قبل قولا بكتير كمان. تمام. ويعني على مدار التاريخ ياما. اتفضل. تمام. فالنقطتين دول كانوا واضحين جدا في بيان النادي الاهلي اللي هو واضح وصريح، وطبقا لمبدا تكافؤ الفرص النادي الاهلي لن يخوض اي مباراه الا لما تتلعب مباراه نادي الزمالك في الاسبوع الرابع، وده حق شرعي لينا، احنا بنتكلم برضو في منطق، ان انا دلوقتي كانت مباراه المفروض ان هي هتقام يوم السبت وبعدين بدلتها بمباراه تاني، مباراه للفرق المنافسه او كده بمباراه تانيه ونادي الاهلي. وبرده في نقطه مهمه جدا عايز اجي لها اللي اشار ليها برده البيان، ان احنا مش هنلعب وفي برده في ايه؟ في حدود الضوابط اللي بتحكمنا بالنسبه للمباريات المحليه والقاريه، يعني النادي الاهلي برده شايف ان في مباراه محليه جايه لفرق او لاخرى عشان احنا ممكن نقابل فرق تانيه زي ماتش الجونه مثلا، فتبقى فيها التنظيم برضو، في تنسيق ما بين المباراه المحليه ومباراتنا الافريقيه اللي هي جايه بعد كده اللي هتتحدد لها. أكيد. فالنادي الاهلي يعني البيان احاط بكل الجزئيات، او تحس ان هو يعني شايفين كل حاجه، حتى في البلان اللي جاي لما انا هتكلم عن تخطيط مباريات او ان انا هتكلم عن جدول مباريات عادل طبقا للترتيب انا مش هلعبها، ده حقنا وحقنا دي الشرع ان احنا مش هنلعب الا لما نلعب مباراه الزمالك. تمام. لان السبب انا شايفه برضو الى وقتنا هذا مبهم 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 مبهم، انما طبعا ما كامل احترامنا وما تقنعناش احنا كمصريين ان امننا وشرطتنا وجيشنا مش هيغطوا مصر، مش هيغطوا ماتش في مصر، مستحيل، ده ممكن يغطوا ماتش وهم قاعدين في البيت، ده ما فيش، والله العظيم طبعاً ممكن يغطوا ماتش بره مصر اصلا وهم قاعدين في البيت برضه. اه بالظبط. فما تقنعنيش، لان انا قلت امبارح انا مؤمن جدا بشرطتي ومؤمن بجيشي ان هم يدخلوا في الحيطه ويطلعوا بقلب جامد جدا ويطلعوا مرفعين الراس طول عمرنا كده كمصريين بس بمنتهى الامانه، يعني احنا بنمر احنا مرينا بظروف اصعب من دي بكتير جدا، وكانت مباراه بتتلعب في مباراه حتى وكانت مباراه افريقيه والنادي الاهلي لعب بدون جمهور في الفتره في فتره من الفترات وخدنا بطوله افريقيا وما كناش لعبنا ماتشات بدون جمهور تماما، ما فيش حاجه، والامن الحمد لله واقف على رجليه ومتعافي والحاجات، يعني انا شايف ان الدنيا كويسه، طول عمر امننا واقف على رجليه وطول عمر شرطتنا واقف على رجليه، طول عمر جيشنا بالزبط. ما شاء الله الناس بتحسدنا عليه، ويعني الحمد لله باذن الله ان شاء الله. انا شايف برضو يعني حاجه تضحكك ان حد يصدر لك ان الشرطه مش قادره تحمي ماتش، هي تضحك، لا لا انا مستحيل، ده احنا نظمنا بطوله في كام يوم او كام شهر وحمينا كل حاجه فيها، وانت اساسا عندك جبهات مفتوحه اساسا كمان، بالظبط عندك جبهات مفتوحه، كان في مشاكل، بالظبط في مشاكل كتير على حدود كتير، ولكن انت في مباراه زي دي شايف ان هي، انا شايف الى وقتنا هذا الموضوع مش موضوع امن، ولكن لو صدر قرار من الامن احنا كامل احترامنا ليه، بالظبط كده، ده ما فيهوش اي شك، زي ما حضرتك قلت النهارده او قلت امبارح احنا كلنا في صف اي حاجه ممكن تحصل تعمل او ان هي تصدر لك مشكله حتى لو بسبب الكوره احنا معاها، ولكن الاسباب مش مقنعه، بالظبط بالظبط. لما نيجي نفكر يا كابتن جمال او الانسان الطبيعي اللي هو بيشغل دماغه يفكر، ليه الماتش كان عليه كلام قبل كده ان نادي الفلاني طلب تاجيل ماتش الاهلي عشان عنده ماتش في افريقيا، الكلام ده كان قبل كده، تمام، وبعدين اتقابل كان في يعني زي جس نبض كده فاتقابل الكلام بالرفض القاطع،
وطلعوا ناس من اللجنه الخماسيه قالوا لا مفيش تاجيل والدوري مفيش اي مشاكل خالص والمباراه هتتلعب في يومها وتاريخها. واحنا قلنا ان المباراه طالما في مباراه افريقيه في 4 ايام او 5 ايام مش فاكر يعني كان 5 ايام تحديدا فمفيش مشاكل. فكان في كلام تمام. بعد كده الاهلي ظهر فايلر بقى يعني ربنا كرمنا ما شاء الله والدنيا ماشيه كويس وانا تفائلت والله العظيم خير لما لقيت ناس بيقولوا ان هو وحش وبتاع واحنا رفضنا. انا الهجوم اللي حصل عليه انا تفائلت من الكلام ده على طول وقلت بالزبط. اكيد ان شاء الله يبقى مدرب كويس. فالراجل بدا يصدر رعب وخوف لاي فرقه ايا كان اسمها ايه افريقيا ايا كان بالاداء بالشكل الممتع اللي حضرتك بتشوفه في النادي الاهلي. لما تيجي تفكر تاني ادي جزئيه يعني لما تيجي تفكر تاني انا ليه اجلت الماتش قبليها ب 24 ساعه امنيا يعني يعني ازاي امنيا معروفه تمام معروف. طب انا عشان في ناس بتدور افريقيا ان كان في مشكله قبل كده مع نادي معين وانا عايز اقول للناس لا ده احنا اجلنا ماتش اهو عشان مثلا كذا سبب. اخر سبب خالص وعمري ما هقتنع بيه انا عن نفسي كواحد مصري تمام بعشق تراب بلدي عمري ما اقتنع ان امني وشرطتي والجيش يعني مش هقدر امن المباراه بدون في البيت بقول لك هم اقسم بالله هم ده موضوع صعب لو عايزين يعني. يامنوا اي دوري في العالم يامنوا دي حقيقه. نيجي للجزئيه الاولانيه الجزئيه الفنيه يا كابتن ميدو اللي حضرتك اتكلمت عنها الجزئيه الفنيه الخاصه بفايلر. فايلر الاول ما جه والناس شافت السي في بتاعه معظم الناس صدرت عايزين يصدروا مشكله للنادي الاهلي والحمد لله طبعا ما حصلتش. ليه؟ احنا عندنا توازن وثبات بشكل غير عادي كمجلس اداره او حتى الجماهير حاجه غريبه سبحان الله يعني. بمعنى ان انت اصريت ان انت جايب مدرب وما حطيتش اي ودانك مع الكلام ده كله ان مدرب السي في بتاعه مش قوي مش حجم النادي الاهلي الكلام اللي اتقال واتصدر ليه بالظبط تمام. وجه فايلر وكان عنده اصرار تحس ان هو راجل عايز يشتغل. اولا هو راجل شاب يعني برده يعني سنه كويس اعتقد ان هو رجليه في الملعب وعايز برده اللي بيجي النادي الاهلي هو عايز يعمل نفسه اسم ويجتهد ويتعب. دي جزئيه مهمه جدا. هو اجتهد في الفتره دي. انا كل ده بتكلم في ايه؟ هو جاب لنا بطوله السوبر ولكن لسه نادي الاهلي عندنا تعطش وعندنا اشياء لجميع البطولات اللي احنا ممكن الشكل يا كابتن نشارك فيها. حضرتك طبعا يعني نجم كبير الشكل اتغير كليا بالظبط. ما انا هاجي للجزئيه ده كابتن مين بالظبط جميع النواحي الهجوميه والجميع الكلام ده صعب جدا انا دايما بقوله بس صعب. هو صعب قوي ان انت تعمل تروح فرقه في كام شهر تحس انت بتدافع بالفرقه كلها وبتهاجم بالفرقه كلها وعملت حاله كويسه قوي يا كابتن. الحاله المهمه اللي انا عملتها حاله التنافس ما بين اللاعبين عن طريق عمليه التدوير وعملها بيعملها بحساب وبيعملها بشكل جيد جدا. عمل جزئيه حماس رهيبه ما بين اللاعبين. محمد هاني مثلا واحمد فتحي اللي عايز يحط رجله في الملعب بيقاتل. نيجي مثلا للجزئيه بتاعه المدافعين حلو قوي لان في نسامة تدوير اللي هو انت مجهد فانا نزل واحد لا مش كله كده برافو عليك في جزئيه يا كابتن ميدو كويس حضرتك وضحتها دي جزئيه فنيه اللي احنا قلنا ايه نمره واحده هنتكلم عليها بالنسبه حتى للمدافعين ما بين محمود متولي وما بين رامي رميعه وما بين ياسر ابراهيم وايمن اشرف 4 حاله شرسه. اللي بيلعب عايز يفضل مركز كويس ناحيه الشمال دخل محمود وحيد كنا بنتكلم على علي معلول واللي وراه بعيد دي حاجة كويسة عملها قرب محمود وحيد شوية ولسه في حسين السيد جاي إن شاء الله. نيجي للجزئية بتاعت نص الملعب حمدي فتحي مع حسام عاشور مع السولية جزئية مهمة عمل برضو فيها ودخل ديانج اللاعب المالي الجديد المحترف حسيت برضو دخله في طيب كويس بالظبط يعني وقت كويس أعتقد كان مباراة الإنتاج تقريبا على ما أذكر ولكن ظهر بشكل جيد إن أنت عندك قاطرة بشرية قادمة إن شاء الله بإذن الله. نيجي ناحية اليمين حسين الشحات ومعاه وليد سليمان منافسة شرسة وشريفة. نيجي للجزء الهجومي أعاد اكتشاف أجاييه اللي كان من فترة بدأت الناس تقول لا ده يعار لا ده يمشي لا ده نستبدله بأجنبي غيره أعاد اكتشافه في مباراة السوبر الزمالك وكان مفاجأة لينا كلنا أنا واحد منهم رغم إن احنا ناس فنيين برضو ممكن تحس إن أجاييه ليه تقل ولا كويس كابتن كمان قلبه فنيا قوي جدا ان انت بتلاعب واحد وانت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي مباراه كبيره جدا بحجم مباراه الزمالك وبتلاعب فرويد مش في دماغنا كلنا تمام. فانت عارف ان انت لو حصل اي حاجه السكاكين اساسا احنا بالزبط. احنا وتطلع الساده المحللين وازاي لعب وده بعيد عن المباراه والكلام اللي احنا عارفينه الاهلي كمان احنا عايزين نكسب على طول عايزين نكسب بالظبط يا كابتن مين. نيجي ناحيه الشمال نفس الكلام عمل حاله شرسه ما بين في رمضان صبحي واجاي برضو يقدر يلعبها والمهاجمين في صلاح محسن ومروان محسن تحس الناس كلها قربت
كله يعني حاله جيده. وفي نفس الوقت لما باجي اعمل عمليه التطوير زي ما حضرتك قلت، ما بعملهاش انا في ايه، في 5 6 لعيبه، انا في شكل اساسي واضح 6 لعيبه 7 لعيبه كابتن، وبغير في حدود 3. الثلاثة دول هم معظمهم كانوا بيبقى في التلت الهجومي، اللي هو التلت الأخطر، ما بين حسين الشحات، ما بين وليد سليمان، ما بين أجاييه، صلاح محسن، مروان رمضان، الجزء المهم اللي هو إن أنا يعني اللي بترجم فيه كل شغلي أو التكتيك اللي بعمله عشان أقدر أسجل. تمام. دي جزئية مهمة عملها جدا. وصلت بقى الجزئية اللي اتخذت كمان، اللي هو الجزء الحماسي، إن أنا خايف على مكاني. مهما كنت لعيب كبير، أنا اسم كبير وخبراتي كبيرة جدا وكل حاجة، بس نازل ومركز على مركزي، عايز ألعب. صح. والعب ماتشين ثلاثه واقعد. فالحاله اللي عملها فايلر دي حاله ممتازه، جت بالاجابه على النادي الاهلي. نعم. وان شاء الله اعتقد ان هو هيكمل بالصوره دي باذن الله. ده بقى صدر المشاكل للمنافس، صدر الرعب. يا ريتها صدر مشاكل الرعب. يا ريتها مشاكل والله يا كابتن جمال. بالظبط يعني لو مشاكل بسيطه فنيه في الملعب مفيش مشكله بينك وبينهم من الملعب، انما انت المشاكل دي بقى بتخرج جوه الملعب وبتبدا بقى الحرب الشرسه. انا دلوقتي داخل على مباراه مثلا بالنسبه للنادي زي مباراه القمه، ايه المشكله؟ انا دي مباراه منافسه شريفه، العب واكسب وملاش مقاييس. ولكن انت باصص ايه؟ ملاش مقاييس كمان، ملاش مقاييس. انت باصص فيما بعد، اللي ممكن يحصل لي لو انا خسرت. انت قدرت لنفسك، صدرت لنفسك انت مشكله ان انا لو خسرت هخسر بعد كده مباراه افريقيا وهعمل مشكله وهفك الفرقه. بص وصلت ازاي، انا اخد جزئيه جزئيه. النادي الاهلي بيتعامل مع المشاكل دي دايما كده، انا باخد جزء جزء او بالزبط. ماتش ماتش بالزبط. زي ما بلعب ماتش مثلا في الدوري كابتن ميدو، كسبت يقول لك خلاص احنا قفلنا ملف الدوري ده، انا جاي لافريقيا اركز في مباراه افريقيا. دي الجزئيات المهمه اللي هي بتؤدي للنجاح، انما عمري ما هاخد مشاكل كده اسميها ايه باكج، اخدهم باكج كده انا عملت مشكله لنفسي مش هيتحلوا. صح. انما لو خدت مشكله مشكله او مباراه مباراه هتلاقيني ماشي بشكل جيد. النادي الاهلي احنا متميزين في النقطه دي. والله كابتن جمال والله العظيم، ومش مبالغه، عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي. هو النادي الاهلي متميز في حاجات كتير قوي، ومعدي يعني معدي لا بمراحل. دي حقيقه والله والله، بعيدا عن التحيز. الواحد كل ما بيتعامل وبيدخل في الاجواء وبيدخل في قلب الاحداث بيلاقي النادي الاهلي فعلا بعيد خالص في كل حاجه. في كل حاجه بمنتهى الامانه، يعني من اول ما عارف تحس انها تدريج مش كويس، مجلس اداره، بعد كده يجي ان كان قطاع ناشئين، يجي بعد كده جمهور، تحس الناس كلها مترابطه على هدف واحد، نجاح النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. صح صح. كنت امبارح بتكلم مع الساده المشاهدين كابتن جمال قد ايه النادي الاهلي زي ما اتكلمنا، هي مش شعارات او كلام، انا بفيد مصر بشغلي، بان انا بموت على كل بطوله، بان انا بطلع بره مصر ببقى ممثل خير ممثل لمصر، الناس كلها بتتسابق عشان تخدمني وتشوف ايه اللي انا محتاجه. حضرتك طبعا سافرت مع النادي الاهلي في كذا بلد وشفت قد ايه الناس بتبقى عامله ايه عشان احنا بس نكون مبسوطين. تمام. فكل ده بترفع اسم بلدك قبل ما بترفع اسمك انت كنادي اهلي. بالظبط. كل رؤساء البعثات بتطلع مع النادي الاهلي هي سفراء، مش رئيس بعثه بس، سفير بمعنى الكلمه لمصر. دي حقيقه. مش لبعثه النادي الاهلي. اللعيبه بيبقوا عارفين ان هم طالعين يمثلوا مصر مش النادي الاهلي. ما افتكرش اي مشكله حصلت، الحمد لله والشكر لله. لا خالص. ما افتكرش اي مشكله حصلت لاي بعثه النادي الاهلي. تمام. فلما تيجي تتكلم بقى على دور الاهلي الوطني، لا ما تتكلمش خالص. لا ما تتكلمش الوطنية دي ما فيهاش شك. احنا دايما حتى زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو، حضرتك برضه سافرت كتير وخدت بطولات الحمد لله مع النادي الاهلي، وهتستمر الاجيال اللي بعدينا باذن واحد احد. ليه؟ عشان احنا ماشيين على سيستم معين وفي نظام. النظام الجيد هيؤدي لنجاح، ده ما فيهاش شك بالنسبه للنادي الاهلي. انما انا اجي اتكلم في جزء ان انا يعني اقول ايه مثلا، واحد يقول تصريح ان النادي الاهلي بيصدر مشكله او ان هو ما فيش وطنيه، فيش الكلام ده مطلقا. النادي الاهلي اشاد في بيانه نمره واحد بالامن وقد ايه كان دور الامن قوي جدا، وبعيد الكلام تاني في كاس الامم الافريقيه 24 دوله بجماهيرهم. الامن بتاعنا قوي جدا واحنا معاه قلبا وقالبا، ولكن دلوقتي الحمد لله فضل ما فيش اي مشاكل. ما الناس قعدت تقول في مشاكل مش عارف الجمعه اللي قبليها ولا الجمعه مش عارف ايه الحمد لله الدنيا كويسه، وكانت يا دوب فئه مش عارف فئه قليله جدا من الناس، والامن بتاعنا مسيطر على كل حاجه والدنيا كويسه. فانا مش هقدر اسيطر على مباراه من غير جمهور، يا دوب اللي بيحضرها مجلس اداره الناديين فقط لا غير، مستحيل طبعا. الكلام مش منطقي. فده الكلام ده احنا مش مقتنعين بيه، وناس خالص وناس كتير جدا مش مقتنعه بالكلام خالص خالص. ما فيش حد مقتنع اصلا. انما نادي الاهلي ما صدرش مشكله، النادي الاهلي بيطالب بحقه الشرعي ان انا مش هلعب اي مباراه الا لما العب مباراه نادي الزمالك، وده حق الشرع. اتحاد الكوره اعتقد ان سمعت ان في اجتماع يوم السبت وهيدرسوا الموقف، اعتقد ان هم يدرسوا الموقف ويطلعوا بقرار حاسم
في صالح الكرة المصرية، عشان ما لا يعني العشوائية لا تسود النظام بدري، نظام المسابقات. انا دلوقتي لو انا بقى مشيت كل شويه واخش بقى في اسباب عشان اجل المباراه وعشان بصص المباراه تانية واخش بقى في الاسباب الواهيه دي، يبقى انا كده خلاص مش هنظم المسابقه. اكيد يا كابتن جمال، وانا باكد على كلامك وباكد على كلامنا احنا كنادي اهلي، لو كان في جواب رسمي جه مثلا من الجهات الامنيه ما كانش لا كان هيبقى في بيان ولا كان هيبقى كل الاحترام والتقدير، والموضوع اساسا ما فيهوش نقاش. تمام. لكن الموضوع زي ما حضرتك قلت وبنقول الموضوع لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه السبب الرئيسي. اهلي وزمالك يعني كل الوطن العربي بيستنوا الماتش ده، كان احتفاليه يا كابتن جمال. تمام. كلنا بنستنى الاهلي والزمالك عشان نستمتع بالكوره، بنستمتع بالنجوم الاهلي والزمالك، بيبقوا الصفوه في الكوره العربيه والكوره الافريقيه كمان. فماتش مسمع يا جماعه في افريقيا، في وطن عربي، بره كمان اهلي وزمالك معروفين. لما نقول الماتش مش هيتلعب بدواعي امنيه غلط كبير جدا جدا جدا، ان احنا بنصدر للناس ان احنا عندنا واحنا زي الفل، احنا في منتهى الامان وفي منتهى الروعه وفرحانين بشرطتنا وفرحانين بجيشنا وفرحانين بقادتنا. فالموضوع يعني صعب قوي ان احنا نقول للناس يا جماعه ده احنا عندنا اجلنا ماتش، عشان ما ينفعش. انا مش عايز اقول والله الكلام ده تاني، وهنفضل فرحانين بيكوا طبعا لاخر يوم في عمرنا، احنا مصريين ودمنا مصري وبنعشق تراب البلد. فما ينفعش نقول هنأجل ماتش عشان امن، ما ينفعش. اللي ينفع ايه؟ ان احنا نشوف مين اللي بيستثير الناس. ما انا اتكلمت امبارح كده، انا اسف يا كابتن جمال. لا اتفضل يا كابتن ميت، اتفضل. وباكد على الكلام تاني، مين اللي بيستثير الناس؟ مين اللي بيستثير المشاكل؟ مين اللي بيعمل الفتنه؟ او المجموعات اللي بتعمل فتن، المجموعات اللي بتطلع تجر شكل الناس، الحاجات اللي بتدخل بيوتنا، المشاكل اللي من غير اي سبب، الناس اللي بتشوفه لو دبانه معديه عايز يمسكها يتخانق معاها. ما لازم نشوف الناس دي، هي دي اللي بتصدر المشاكل للامن. الامن مش ناقص يعني، كفايه اللي هم فيه وربنا يكون معاهم واحنا في ظهرهم على طول، في ظهر بلدنا على طول. فمش عايزين نصدر لهم بقى احنا مشاكل، ده ماتش كوره. ولسه مؤمن ان ضابط شرطه واحد في البيت يامن ماتش كامل بجمهور وهو قاعد في البيت، مش بعيد على شرطتنا ولا بعيد على جيشنا. فنشوف مين اللي بيصدر المشاكل، مين بيعمل مشاكل، وننهي بقى القصه دي. عايزين بجد نحس ونشم هواء نقي، هواء رياضي نقي بصراحه، لان الموضوع زاد قوي يعني، بقى كله دخان، دخان اسود كمان، زهقنا منه يعني. انا اسف يا كابتن. حبيبي يا كابتن، هو كلامك منطقي، ما احنا بنتكلم في يعني نفس التوجه. انا عايز مسابقه، مسابقه محترمه طبعا، منظمه بشكل جيد، منطقي، مواعيد المباريات سليمه. ده من رابع اسبوع دلوقتي هاجي هعمل انا يعني هاجل ماتشات بمزاجي طبقا لظروفي او ظروف فرقتي او ظروف ناديه ايا كان، او ظروف ماتش بعد كده باصص لماتش عشان لو وقعت ماتش انا ممكن اقع اللي بعده. الكره عمرها ما بتتقاس كده، ما تحسبش كده. الكره نجاحات، النجاحات دي هتيجي منين؟ تيجي من التنظيم، منافسه شريفه، عدم الخوف من المنافسين. انما انا مصدر خوف لفرقتي وعامل مشاكل ليا انا، خوف من المباراه، ما ينفعش الكلام ده، مش في الكوره والله ولا في حاجه خالص، مش في الكوره. انا ما كانش عندي شجاعه المنافس دايما او البطل دايما، انا لازم اكسب جميع المنافسين ايا كان. لما انا مش قد المنافسه هصدر لنفسي مشاكل واعمل لنفسي مشاكل اللي احنا شايفينها. بالظبط. اتمنى المسابقه تبقى منتظمه بشكل جيد، ده اللي احنا عايزينه. بالظبط. انت عارف مجدي عبد العاطي طبعا، انت عارف صاحبي جدا. مجدي من الشخصيات الجميله ومدرب واعد. بخوفه. بقول له خلي بالك الماتش بكره، خلي بالك اكيد انت مرعوب. قال لي ده انا طاير من الفرحه، واحنا طايرين من الفرحه، النادي الاهلي جاي عندنا. بالظبط. انت متخيل فريق اسوان لسه صاعد دوري ممتاز، امكانياته قليله جدا جدا يعني، الله يكون في عون مجدي والله يكون في عون مجلس الاداره، بيجمعوا الامكانيات كده. حضرتك عارف يا كابتن. بالظبط بالظبط صح، انا عارف طبعا. بقول له طبعا انت خايف ومرعوب، بيقول لي احنا مرعوبين بس فرحانين جدا الاهلي جاي عندنا في اسوان. بالظبط. وفرحانين جدا ان احنا نقابل الاهلي في اسوان. احنا قبل ما نيجي النادي الاهلي يا كابتن ميدو كنا بنلعب في انديه، انا كنت بلعب في السكه الحديد، تبقى سعيد جدا ماتش الاهلي، ببقى مبسوط. انت كل اللي انت بتفكر فيه ان انت يبقى شكلك كويس وتعمل ماتش كويس قدام النادي الاهلي ايا كان، والنتيجه في الاخر دي بتاعت ربنا، بتبقى يعني بتروح برضو للمجتهد واللي بيتعب اكتر، مفيش شك. انت بتبقى مبسوط ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي. بالظبط. فرحان جدا. بالزبط. ماتشين في السنه كلها كان دور اولاني ودور تاني، بتبقى سعيد ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي، فبيبقى فخر حاجه كويسه. اكيد. مدينه اسوان برضو من المدن الجميله، وكانوا حابين النادي الاهلي يروح، وهم في عندهم اهلاويه كتير بالنسبه للجزء بتاع الصعيد ده، فكانوا فرحانين. كابتن مجدي نفس الكلام برضو، انا كمدرب كابتن مجدي من المدربين الواعدين، ربنا يوفقه كل التوفيق ليه ان شاء الله، هو ومحمد سامي الصاروخ زملاء وناس محترمين طبعا. مبسوطين
لما العب قدام النادي الاهلي حتى وادي بشكل كويس بعيدا عن النتيجه، النتيجه ده موضوع تاني، في فرق امكانيات وفرق خبرات حاجات كتير جدا اكيد بتؤدي، بس انا بادي بشكل اللي يرضيني انا كمدرب، وعايز برضو اظهر نفسي ان انا بعرض نفسي بشكل كويس، نفس الوقت بحاول اعمل نتيجه كويسه مع النادي الاهلي، فيبقى فخر لاي حد كان في مصر او خارج مصر ان يلعب حتى ضد النادي الاهلي، مش هقول يلعب جوه النادي الاهلي، لا جوه النادي الاهلي ده موضوع تاني خالص يعني. الناس اللي هم محظوظين واجتهدوا وتعبوا هم اللي بيجوا النادي الاهلي. احنا كنا محظوظين فعلا بالظبط، دي حقيقه. لو لعبنا في الاهلي يوم والله العظيم واحد. اللجنه الخماسيه وكل الدعم ليها، وهنفضل في ظهرها احنا دايما كده كابتن جمال، واكيد حضرتك عارف برضو احنا تمام دايما في ظهر اي حد مسؤول. كابتن حسام بدري لما مسك منتخب مصر احنا قلنا يا جماعه كل حاجه في جنب، واحنا في ظهر المنتخب وفي ظهر الكابتن حسام بدري والجهاز المعاون، كذلك اللجنه الخماسيه بصرف النظر عن انتماءاتهم ايه. انا عن نفسي ما بؤمنش بالانتماءات، بؤمن بان الشخص لازم يكون امين في مكانه بالظبط مهما كان انتماءاته ايه. انا واحد اهلاوي رحت اشتغلت في قناه مثلا، او واحد بلاش عشان مش عارف طبعا مش عارف. انا واحد مثلا بشجع برشلونه، لو رحت اشتغلت في ريال مدريد هجتهد واتعب قلبي وعايز انجح برشلونه، لكن انا عايز انجح وعندي ضمير بالظبط وعندي امانه في مكان الشغل بتاعي. فالموضوع انا بالنسبه لي ان انا انتماءاتي واشتغل في مكان، انا ضد الكلام ده بصراحه لا خالص. لا ده موضوع تاني خالص بالظبط. فانا بصرف النظر على اي انتماءات احنا في ظهر اللجنه جدا جدا. انا شفت الدكتور عمرو بسلم الدرع لحسام عاشور، انا شايف فرحه من قلبه فعلا، ما اعرفش هو كان نفسه يعني في الدوري ولا ايه، لكن كانت فرحه فعلا من قلبه طالعه. فعايزين نكمل كده، مش عايزين بقى نصدر لهم الخوف من بدري، مش تمام. عايزين حد يتعدى عليهم من بدري، لان انا لو شفتك انت حد بيتعدى عليك انا مش هثق فيك اصلا بعد كده. بالنسبه خلاص لي انت خلاص ضعيف بالظبط. وانا مش عايز كده، احنا مش عايزين اللي فات، احنا عايزين حد قوي وحديد، قرارات قويه وحد قلبه حديد ايا كانت انتماءاته. زي ما قلت لحضرتك كابتن ميدو، ايا كان انا في شغلي طبيعتي او حضرتك او اي حد مسؤول، طالما اتحطيت في شغل يبقى انا بتعامل بطريقه احترافيه، بمعنى في المكان زي ما قلت انا ممكن اروح اشتغل مثلا زي ما كنت بشتغل انا في انبي في قطاع البراعم تحديدا يعني، بروح ببذل كل جهدي وعايز ابقى احسن طبعًا. مدرب، ده وضع طبيعي طبعًا. وبالتالي بخلص في شغلي بالنسبه للنادي اللي انا بشتغل فيه، ده جزء احترافي جزء اهم جدا. انما انا لما كنت بتفرج على النادي الاهلي بحب النادي الاهلي جدا، بشجع النادي الاهلي واتمنى انه ياخد الدوري، ده حقي انا طبعًا. بحب النادي طبعًا. ده بس موضوع لو تاني لعبت ضده هتكسبه بالظبط، انما في طبيعي، شغلك بحاول اتعودنا بالظبط على كده واتعلمنا كده. اتعلمنا كده دايما دي في النادي الاهلي. فالجزئيه المهمه جدا اللي عايزينها احنا فعلا قلبا وقالبا مع اللجنه الخماسيه، ربنا يوفقهم طبعا ويلهمهم الصواب في القرارات اللي هياخدوها يوم السبت، لان هم برضه اتحطوا في مشكله، بس المشكله مش مصدرها النادي الاهلي، النادي الاهلي ملوش ذنب فيها، النادي الاهلي بيطالب بجزء صغير جدا هو حقه ان احنا نلعب مبارياتنا بالترتيب اللي جالنا من اتحاد الكوره، وده حقه ده النادي الاهلي. انتوا عملتوا قرعه كانت جميله جدا، يعني طول عمرنا بالزبط. عارفين الاهلي والزمالك اخر الدور الاول، الاهلي والزمالك اخر الدور الثاني، تمام. هم قالوا لا نعمل قرعه بحياديه جدا، الاهلي هيلاعب الزمالك رابع ماتش في الدوري، طلع احنا اسبوع ذنبنا مش ذنبنا خلاص بس بالظبط، ظروف ايه النادي المنافس الدنيا. يبقى تمشي العمليه زي ما هي، ده النادي الاهلي اللي مفيش بيطالب ظروف بيه يا كابتن جمال والله العظيم خالص، مفيش ظروف خالص بالظبط. ما احنا الزمالك متاكدين من بلاش كده الزمالك ايا كان، يعني الاسماعيلي كان بيبقى ايا كان فرقه اي ماتش تخوف اي حد، وكنا بنروح بنلعب في الاسماعيلي وبنخسر بس بنروح، بنروح لازم وبنكسب بس بنروح، بالظبط وكان بالظبط، فريق مرعب وكان فريق كويس جدا نادي مرعب الاسماعيلي بالظبط، من الفرق الثقيله وكانت الفرق وما زال، بس طبعا هو ممكن يكون مر بظروف معينه. انا بتكلم معنا. بقى على الجيل بقى في جمهور الاسماعيليه في قلب، تمام. كنت في رعب، كنت في رعب بالظبط، وفرقه كويسه وفرقه تقيله، لكن هقول مش هلعب بقى واصل انا قلقان وعايز اعدي ماتش واحط ماتش قبل ماتش وبختار الماتشات، لا ما بدري ينفعش. قوي الكلام يا كابتن جمال، بدري بدري مش كده، بدري جدا جدا جدا. انت بتتكلم في الاسبوع الرابع، لما انا ما عنديش ثقه ان انا دلوقتي اعمل ماتش او العب النادي الاهلي في الاسبوع الرابع، تمام، طب انا عايز اكسب دوري ازاي او عايز اخش منافس قوي ازاي؟ المنافس القوي واللي عايز بطوله لازم يكسب كل المنافسين ايا كان الفرق الصغيره او الفرق الكبيره، والفرق الصغيره قبل الفرق الكبيره. مين السبب في القصه دي؟ فايلر اعتقد، عشان ما بخليكش تفكر في حاجات بعيده. ده فايلر فعلا. فايلر عمل رعب بصراحه، بس عامل حاله جميله. انا قلت ممتازة. الحق قبل ما تفكر في السبب الاساسي. لا 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 لا، انا عاجبني جدا بمنتهى الامانه كابتن ميدو، حتى احنا اتكلمنا عليه فنيا الجزئيه الفنيه، عاجبني قوي يعني، عامل حاله من الحماسه ما بين اللاعبين، حاله ممتازه. وبعدين انا عاجبني الشخصيه كاركتر، بحس ان هو شخصيه قويه، احساس شخصي حتى، عارف تحس ان عنده توازن حتى في فرحته، يعني فرحته حتى لما بيسجل اجوان، فرحته بعد المباريات تحس ان فيها توازن شويه، ما فيهاش المبالغه الشديده قوي،
دي برضو بتبقى اوقات بتدي للمدرب شخصيه طبعًا. ما بين اللعيبه طبعًا. ان شخصيه ايه ليها هيبه، كلام مهم جدا، ليها هيبه كده في وسط اللعيبه حتى. الشخصية اللي تعمل الشكل والاختلاف ده في وقت قليل، وحضرتك طبعا عارف ان ده وقت قليل جدا على المستوى قليل اللي احنا جدا بنشوفه، طبعا اكيد يبقى شخصية قوية جدا. مش شخصية قوية اللي هو بيزعق وبنطر، لا، شخصية لا 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 قوية مش ان كده، هو بيعرف يعمل عايز يعمل ايه وبيقنعك بيه. بعرف دي اعمل الشخصية الحالة اللي عاملها ما بين اللعيبة بالظبط، حالة تنافسية شديدة في وسط عملية التدوير بعقل وبحساب، بالظبط مش تدوير وخلاص، لا ما في فرق، ما في فرق تانية بتعمل عملية التدوير مع كامل احترامي ليه، لا 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 والدنيا ملخبطة ما فيش حد زي وفي حد لعيبة يا كابتن كويسين جمال، يعني في مفيش خامات حد زي كويسه حد بالظبط. بالظبط، انما النادي الاهلي وخامات النادي الاهلي ونوعيه مدرب النادي الاهلي الحمد لله اللي هو يعني شايفه ان شاء الله، انا شايفه لبعيد هينجح باذن الله. المدرب يا كابتن جمال في وجهه نظر انا هو اهم حاجه في المنظومه، طبعا لان احنا شفنا اللعيبه دي مع مدربين تانيين تمام، وكنا بنقول ده اللعيبه وحشه، ده اللعيبه ازاي خسرنا من صن داونز، هي لعيبه والاختيارات خلي احنا بالك. شككنا في الاختيارات، بالظبط يعني بالظبط احنا الناس بدات تشكك في اختيارات بالظبط وشككوا في مبالغ لعيبه دلوقتي من افضل اللعيبه اللي في الفرقه تحديدا بالظبط حسين الشحات، بالظبط. مش كل الناس هجمت والمبلغ كبير والكلام ده، كله رمضان دلوقتي بتهاجم و ما شاء الله عليه من عجايه افضل اللعيبه في مصر عجايه، وداخل الناس بتقول يمشي وهيثبت في منتخب مصر، اكيد يعني حسين هيكمل وهيكمل بشكل جيد، بدات الضغوط اللي عليه راحت والعين بدات تشوف الحاجات الايجابيه اللي بيعملها، كان في اسيستين، كان في تسجيل اهداف، هدوء في 18 بالظبط وهدوء في ان شاء ذكاء، الله يحسد بالظبط عليه. يحسد عليه بالظبط، لعيب كل لما الفتره بتعدي تحس ان هو بيتقل واداؤه بيتزن وتحس بايجابيته ده كمان في مدرب، التلت الهجومي، ده مدرب ده كل شغل مدرب، بالظبط. شغل مدرب رمضان وتشالت اللي كان ستايله حتى في انجلترا هو اللي هو الخط، وهرقص بالظبط هرقصك يعني هرقصك، تمام دلوقتي بيدخل في العمق وبيجيب اجوال وبيجيبها كمان بمعلمه وبيعمل دبل باص وما بيجريش بالكره كتير وبيدي كتاف على ده شغل الخط. مدرب، ده شغل مدرب يا كابتن ميدو اللي حضرتك قلته ده، انت طورت اداء لعيب ويعني ايه غيرت من شكله النمطي، بالظبط النمطي اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه الجزئيه ان انا لازم اعدي على الخط، الحاجات اللي هي اللي بيعملها كلها خارج الصندوق، دلوقتي رمضان فجاه بتلاقيه ورا راس الحرب بقى مهاجم تاني، علي معلول طالع، تقييمه عنده يختلف تركيز يختلف شديد تماما قوي على الثلاث خشبات، بالظبط على المرمى، بدا يسجل، رمضان كان قاعد فتره في النادي الاهلي قبل ما يحترف اعتقد تعد جوانه دول على الصوابع، هو كان اسيست ما بيعمل فقط لا اسيست غير، بالظبط. اسيست فقط لا غير، وعايز الكره في الاخر بعملها بشكل جميل قوي، الناس تقول رمضان اصل قوم اللعيب ونزله وعملها من تحت رجله بيمتع نفسه، انما رمضان دلوقتي تحس ان اداؤه بقى ايجابي على المرمى والاسيست حتى بالنسبه للعيب، تمام نفس الكلام بالنسبه لحسين الشحات، اجي طبعا اكتشاف، كل ده شغل مدرب، تمام شغل مدرب، تمام. التدوير في نص الملعب، حمدي فتحي مع السوليه، ممكن حسام عاشور استفيد بقى شويه خبراته، دخلت اليو ديانج امتى، الحاجات دي كلها مدرب، شغل تمام مدرب، تمام فده اعتقد ان هو في الفترات القادمه هيفيد النادي الاهلي قوي وخاصه كمان في تلاحم المباريات. انا متفائل جدا بيه بصراحه، ان شاء الله يعني يكون عند حسن ظننا ان شاء الله باذن الله. فايلر انا سمعت ان هو عمل حاجه انا كان نفسي بصراحه نعملها في النادي الاهلي من زمان جدا، ان هو عايز يبقى الفكر كله في المنظومه واحد في قطاعات الناشئين في تمام الفريق الاول، ده فعلا حقيقه؟ دي حقيقه. تمام. اولا هو احد المساعدين في الفتره اللي فاتت دي كان موجود، شفته طبعا مع كابتن فتحي وكنت يعني في قاعده كده وقاعده طبعا يعني جلسه عمل، وكان حد من الجهاز موجود بيعمل تنسيق برضو ما بين الكابتن فتحي طبعا كرئيس قطاع الناشئين، ان جزئيه الناشئين دي يبقى لها دور حتى بالنسبه في الشكل او تطبيق الاداء اللي بيعمله، في نفس الوقت متابعه اللعيبه وده الاهم، تمام، ان تحس ان هو برضو في نفس الوقت عايز اكتشافات من قطاع الناشئين، جميل، يشوف مين اللعيبه المميزين بالتنسيق مع كابتن فتحي، مين اللي ممكن مثلا لما يحتاجوا في الدرجه الاولى يحتاج لاعبين ثلاثه، لان في الفترات اللي بيبقى فيها تجمعات دوليه الفرقه بتقل شويه، بالزبط. ممكن بالزبط. بيبقى موجود خمسه او سته او سبعه ايا كان، بالزبط. فبيحاول ان هو بيبقى في موجود نفس العدد او ياخد اثنين ثلاثه يبقوا متواجدين في الفريق الاول في الفتره دي يتشافوا بشكل كويس، ولما يعمل مباراه وديه يبدا يشاركهم يتشافوا بشكل جيد، فدي من الجزئيات برضو اللي عملها تحس ان في متابعه جيده لقطاع الناشئين في الفتره اللي جايه دي، ودي من الحاجات اللي اعتقد ان هي هتبقى ايجابيه بالنسبه لمستر فايرر في الفترات القادمه. لكن انت مع توحيد الشكل يا كابتن جمال؟ اه مع توحيد الشكل طبعا، خاصه تحس ان احنا يعني يبقى زي برشلونه مثلا ستايلها معروف بالظبط، سيستم معين ونظام بيتعمل بالظبط، النادي الاهلي اللي يتغير يتغير، اللي يجي يضيف لكن ما يخرجش، ما يخرجش بالظبط، ما يخرجش على الاقل، على الاقل الفرق اللي هم تحت الدرجه الاولى او تحت الفريق الاول التلات مراحل السنيه، يعني مثلا 99 مثلا وال2000 ونقول معاهم ال2001
دول الثلاث فرق على الاقل، دول القريبين ليه، دول المرشحين ان انا لما يطلع لي لعيب منهم يتمرن معايا ما تبقاش الدنيا غريبه عليه. جميل. لما اجي احطه في المنظومه او في الشكل اللي انا بلعب بيه او السيستم اللي انا بلعب بيه بالنسبه لطريقه اداء النادي الاهلي ومشتقاتها، لان في طريقه وممكن برضو انا بطور منها اوقات، دي طبعا بترجع له هو مستر فايلر مثلا. جميل. احنا نادي الاهلي بقى لنا سنين بنلعب 4-2-3-1 واضحه صريحه بنلعب بيها وناجحه جدا مع النادي الاهلي في فترات كتير. حتى الادوات اللي النادي الاهلي بيجيبها تحس ان هم كل واحد بيجيد في مركز من الجزئيه دي، فيبقى نفس النظام او نفس الشكل. لما بوحده في الناشئين يا كابتن ميدو، لما اجي حضرتك تاخد لاعب مثلا وانت ماسك الفريق الاول بيسهل لك عليه ان وظايفه شبه محفوظه مع بعض التكتيك اللي انت بتعمله، الجزئيه بتاعتك انت كمدرب تكتيك هو بيحفظها، ولكن الجزئيه الاهم والجزئيه الاكبر في وظايف المركز نفسه بيبقى حافظه عارف. كنت بلعب ديفندر، كنت بلعب تحت راس الحربه، كنت جميل. بلعب واحد من الثلاثه شمال او يمين زي حسين او رمضان، دي بتفرق كتير مع اللعيب وبتسهله لما باجي اخده في الفريق الاول. جميل. مش عايز اقول الورطه اللي كلنا اتحطينا فيها، اللجنه الخماسيه طلعنا منها ازاي؟ الله يكون في عونك. القرارات هتبقى شكلها ايه؟ دي صراحه انا فكرت التفكير هل ده، هل كان ممكن ياجلوا كل الاسبوع ده؟ بس هياجلوا ليه؟ مفيش وقت يا ميدو، النهارده ناس لعبت، حضرتك النهارده ناس لعبت بالظبط، الاسبوع يتلعب النهارده الرابع بالظبط، تلعب ثلاث ماتشات واعتقد بالزبط. كان النهارده تلعب ثلاث ماتشات طب تقريبا اربع ماتشات. نتائجها طالما ذكرنا، طالما ما جينا لهم نقولها بقى. يعني اف سي مصر مع الجونه انتهى بالتعادل السلبي 0-0، وامبي مع الانتاج انتهى بهزيمه امبي 0-1. واعتقد ان في رحيل الكابتن علي ماهر المدير الفني لامبي، المقصه والمصري انتهى لصالح المقصه 1-0، وبيراميدز وسموحه 0-0. انتهى بالتعادل السلبي 0-0. دي مباريات الاسبوع الرابع اللي لعبت الجمعه. تمام. بكره ان شاء الله اتحاد ودجله والاسماعيلي والحدود والمقاولين واسوان اتاجلت. السبت كان المفروض الاهلي والزمالك، اتاجلت، والزمالك والمقاولين بقى الاسبوع الخامس مش عارفين. مش فاهم حاجه بصراحه، مش عارف. هم قالوا كده بدلوا ماتش بماتش وجابوا ماتش والدنيا برضو لسه ملخبطه، فليه القرار بقى اللجنه الخماسيه؟ صعب الموضوع، صعب جدا. الموضوع متشابك صعب، هم هيحاولوا يوصلوا يعني عايز اقول ايه باقل الحلول او بافضل الحلول، اللي هي مش عايز اقول ترضي النادي الاهلي، لان ترضي النادي الاهلي عشان ده حقه الشرعي، احنا مش بنتكلم فير، انما دي الحقيقه. النادي الاهلي لو في اقناع في القرار كله هيسكت، الموضوع بالظبط كله هيسكت. اول امن يتدخل يقول يا جماعه لا، في جواب رسمي للنادي الاهلي برضه كله هيسكت، لكن ما اعتقدش ان الامن ممكن يحط نفسه في قصه لا انا مش قادر اقدم الماتش. مستحيل. طب قبل كده كان ماشي، لان كان في عندي حاجات كتير قوي فانا مش مستحمل بقى، مش مستحمل، مش عايز اركز في حاجه بالظبط، لكن انا عايز امن هامن برضو، ورغم كده هامن بالظبط. يعني احنا في ظروف ممكن كانت بتبقى اقوى من كده والماتشات بتتعامل بشكل فأنا كويس، فانا هلعب ماتش من غير جمهور واقول ده وعي امن. ما هي دي النقطه الفاصله. انا بالنسبه لي انا شخصيا انا عندي مشكله دايما في 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 الفترات ما بعد الثوره، كان في مشاكل لما باجي احس بقلق شويه في البلد وماتش قلنا فيه جمهور، انا سهل جدا باجي بقول لا الماتش ده عذرا انا مش هلعب بدون جمهور، وكلنا بنحترم القرار، واحنا كلنا بنحترم طبعًا القرار طبعًا. مش اي مشكله، وده واجب علينا خلاص، ان صادر من الامن بالزبط. الامن اللي بلغك كده بجواب رسمي بالزبط. يبقى خلاص اوكي بالزبط. احنا بنضرب تعظيم سلام ونقول له تمام، والماتش بيتلعب وكل حاجه والدنيا كويسه بالظبط. وماتشات افريقيه كتير كمان، يعني ماتشات ناس خارج بلدنا بتيجي تلعب هنا، فما بالك بقى انت ماتش في بلدك هنا وبتتكلم عن حاجه. يعني الحمد لله الدنيا باينه ان الحمد لله الامور كويسه قوي والامن والامان، مفيش تخوف. وبعدين شبابنا كابتن جمال عايزين يشوفوا البلد خلاص في امن. الاستحاله يا جماعه الموضوع اللي حصل قبل كده يحصل، استحاله. وانا بتكلم وواثق جدا جدا، احنا شبابنا اهلاويه، شباب زملكاويه، ايا كان انتماءاتنا ايه، مش عايزين نشوف اللي حصل قبل كده، مش عايزين نشوفه خالص. احنا عايزين نعيش في جو امان ان شاء الله، كل الدنيا ترجع جميله ان شاء الله، الامور تتعدل احسن واحسن كمان. لكن اللي هيحصل او اللي حصل قبل كده عمره ما يحصل تاني. فكون بقى ان انا اصدر اصل ممكن تلاقي مجموعات على القهاوي يحتفلوا مش عارف يعملوا ايه، الكلام ده كله ملوش اساسا تفكير في دماغ المشجعين خالص. الناس عارفه حدودها، عارفه ان البلد لازم تمشي زي ما احنا ماشيين، عارفه ان احنا في مرحله او مفترق طرق لازم ان احنا نكمل، وان شاء الله هنكمل، وان شاء الله نوصل اللي احنا عايزينه. فالكلام ده اللي بيصدره اساسا انسان عايش في اللاوعي اساسا، يعني اللي بيصدر الكلام ده مجموعات او اشخاص عايشين في اللاوعي، اللي هو اصدر مشكله عشان انا استفيد بحاجه.
بالظبط. بس لكن بالزبط. كان لكن افاده للبلد بيضر جدا بالبلد طبعا، ضرر ما ينفعش. ايه امن احنا بنتكلم اه ومباراه مباراه حلوه يعني، مباراه كبيره الوطن العربي كله بيستناها، قد ايه جماهير العرب وقد ايه جماهير المصريين اللي في الخارج، الناس كلها مستنيه مباراه زي دي. احنا بنبقى مبسوطين جدا بغض النظر عن اي نتيجه للمباراه، احنا بنحب نتمنى طبعا وبنبقى سعداء جدا، عايزين الاهلي يكسب ده ماشي اوكي. هنا بنتفرج برضو بتتفرج باستمتاع، بتبقى مبسوط طبعا، ماتش حلو ماتش يبقى حماس. اه كابتن جمال بصراحه اه ما احنا بالظبط، ما هو ده اللي عامل القلق كله، ان الاهلي شكله فاينل عمل رعب للمنافسين، فالدنيا صعبه بالنسبه له. والله يا جماعه احنا لما بنتكلم كده للدعابه بس او الدعابه بس مش اكتر، كل الجماهير احنا دايما بنقول كل الجماهير ليها كل الاحترام والتقدير بصرف النظر عن الاساءات اللي بتحصل، لكن كل الجماهير ليها كل الاحترام والتقدير، وانتوا بتشوفوا المسؤولين عندنا يعني حاجه قمه الاحترام وقمه الادب، عمرهم لا طلعوا غلطوا في اي شخص حتى لو اساء ليهم ولا غلطوا في جماهيره، دي طبعا مستحاله لا تحصل ولا حصلت قبل كده، فكل الاحترام للناس كلها. واحنا هنا الحمد لله الحمد لله رب يعني دايما بنأيد وبندعم مبادئنا واخلاقنا واللي اتربينا عليه، هو النادي الاهلي بيطبق اللي احنا اتربينا عليه او بيطبق المفروض الاخلاق، يعني مش ما اخترعناش حاجه جديده يا كابتن جلال. لا خالص، الاهلي والله ما اخترعش لا حاجه خالص جديده، مطلقا النادي الاهلي ماشي بالمبادئ دي طول عمره، بالظبط دي حقيقه على طول، طول عمر النادي الاهلي ماشيين بالمبادئ والاخلاقيات والسلوكيات، وعمر النادي الاهلي ما بيبادر ان هو بيسيء لحد خالص مستحيل خالص، ولا مستحيل. عمرنا صدرنا مش انا بستغرب مستحيل، بستغرب. النادي الاهلي دايما حتى بس بنعرف ناخد حقنا كويس في الوقت المناسب، ممكن تحصل بالادب إساءات. والاحترام والقانون، الادب والاحترام بالظبط، النادي الاهلي طول عمره كده وهيفضل طول عمره كده. نتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا الوقت بتاعنا جري جدا، ده برجاوي عمال بيهددني كل شويه في الايربيزي، فاضل 3 دقائق فاضل 4 دقائق خلاص يا برجاوي يعني قربنا برجاوي. خلاص. طب عندنا ملف افريقيا وعندنا ملف منتخب، بتحب نتكلم في ايه؟ خلينا ممكن نتكلم عن المنتخب الاولمبي بسرعه شويه، لو طبعا لو الجرجاوي برجاوي هيخليه يدينا بس دقيقه هيدينا، احنا لسه معانا 3 دقايق. المنتخب الاولمبي طبعا داخل على تصفيات مهمه جدا طبعا، اعتقد من 8 ل 20 نوفمبر في تمام مصر تمام. وقالت مجموعه قويه جدا، مجموعه مالي وغانا والكاميرون، مجموعه قويه، عملنا ماتشات كويس قوي، ولكن انا مطمن للمنتخب الاولمبي. ليه؟ معظم اختيارات كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي بيلعبوا فريق اول، بيلعبوا درجه اولى مش ناشئين، اللي هم معظمهم مواليد 97 و98، لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه كويسه حراس مرمى، وعندنا لعيبه بالنسبه للمدافعين لعيبه هايلين، في اسامه جلال وفي محمد عبد الغني، في لعيبه في نص الملعب لعيبه برده كويسين قوي، وفي في المهاجمين طبعا موجود رمضان وموجود مصطفى محمد وقوام اساسي وامام عاشور وكريم نيدفيد ان شاء الله بعد ما يخف ويتعافى من الاصابه، وفي احمد حمدي عشان ما انساش حد، واحمد ياسر الريان، لعيبه كلهم متميزين وبيلعبوا وفارقين مع فرقهم. ناصر ماهر كمان وناصر ماهر بالظبط لعيبه كتير كويسين قوي في المنتخب، اللي مطمني ان هم كلهم بيلعبوا على مستوى الدوري الممتاز، ده ممتاز، عندهم خبرات عاليه يقدروا يتعاملوا مع الماتشات بشكل جيد، واخر ماتشين مع جنوب افريقيا اعتقد ان هم ادوا اداء مقنع كويس، تعادلنا 1-1 مباراه وكسبنا المباراه الثانيه 1-0 مع هدف رمضان صبحي، اعتقد باذن الله ان شاء الله ان احنا هنتاهل طبعا الاولمبياد طوكيو ونحصل على البطوله. مش عايز اطلع اول او ثاني او ثالث، لا يا رب. انا عايز ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله دي، وانا نفسي بلاش التمثيل المشرف ده عشان باذن الله اشعرنا منها، خلي بالك لا احنا اشعرنا من التمثيل المشرف، انا بتمنى بالظبط، لا تعبنا منها تعبنا منها، اتمنى كده ان شاء الله باذن الله، يعني دايما دي حتى احنا اتعلمنا في النادي الاهلي، احنا نمره واحد، احنا بطل، احنا الاول، احنا نكسب على طول، مفيش تعادل، دي الحاجات دي كلها بتنعكس على اللعيبه حتى لما بيروح المنتخب. اتمنى كل التوفيق طبعا لكابتن شوقي ومنتخب الاولمبي باذن الله. ملف افريقيا بقى طبعا احنا موعدنا في مجموعه النجم الساحلي، واعتقد اول مباراه لينا مع النجم الساحلي اعتقد بالظبط تقريبا بالزبط. هتبقى مباراه مفتاح مهم جدا بالنسبه لنا طبعا، ان احنا ان شاء الله نوصل لدور الثمانيه يا رب في الفتره اللي جايه دي، وشايف ان اداء مستر فايرر باذن الله يؤهله، ان انا مش عايز اقول نروح لبعيد لبطوله افريقيا، نكسبها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مع منافسه قويه للدوري باذن الله، وناخد الدوري يعني ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا كابتن جمال، الوقت عدى بسرعه جدا فعلا، هو يعني برجاوي مع انه قلت له ادينا 5 دقايق حتى زاد بس مش عايز. خلاص بنشكره جدا طبعا يعني، وطاقم الاعداد كله والاستاذ برجاوي طبعا، وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في الفتره القادمه باذن الله في الدوري العام وبطوله افريقيا، وان شاء الله طبعا يعني الواحد سعيد جدا وفخور بالنادي الاهلي، انا كنت مبسوط جدا النهارده لما قريت البيان بمنتهى الامانه، طول عمري حسيت ان انا فخور، يعني احنا فخورين بالنادي الاهلي، تاخد موقف ومباراه اتاجلت في ظروف غامضه استغربت، بس النادي الاهلي فعلا لما بيجلس موقف كمجلس اداره وبركز كويس قوي طلع بيان تحس فيه فعلا بكل كلمه، انا قريت البيان كويس قوي قوي،
يعني الامن واخد حقه ان هو فعلا ده دورنا. حاجه دور مهم. ده دورنا، ده دورنا. وخدنا في الاخر حقنا بالزبط. مش هنلعب اي مباراه الا لما تتلعب مباراه الزمالك بالظبط. كل التوفيق بالزبط. طبعا للنادي الاهلي ومجلس ادارته باذن الله في الفترات القادمه، لان احنا داخلين برضو على حروب شرسه أكيد. كانت منافسات ان كانت مناوشات. اكيد نورت وشرفت يا كابتن. اشكرك كابتن ميدو بشكل بسعد وانت معايا في بيتك في الاهلي. ربنا يخليك كابتن ميدو، اشكرك جدا جدا على اللقاء الجميل في الاهلي ان شاء الله. وانت كل التوفيق يا كابتن كده، واشوفك ان شاء الله في الدرجه الاولى. ربنا في حته كويسه. ربنا بدعي لك يا ميدو من المدربين اللي قاعدين على فكره، ومدرب كويس كابتن ميدو. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. كل التوفيق يا حبيبي. دي كانت فقرتنا مع النجم كابتن جمال السيد نجم الاهلي ونجم مصر، ويعني الوقت جري معاكم بسرعه جدا، لكن ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير. دايما بناكد وبنقول الاهلي فوق الجميع، احنا كاهلاويه الاهلي فوق الجميع. الاهلي بيحترم كل مؤسسات الدوله بكل ما فيها، مفيش مجال للتشكيك في الكلام ده خالص. حتى البيان اللي طلع كان في الاول خالص احترامنا الكامل للامن والبلد عموما، وده واجبنا كاهلاويه وكمصريين. اي حد بقى بيتكلم كلام تاني يا جماعه، اسمعوا من الودن دي وطلعوا من الودن دي، وشوفوا مين اللي بيصدر مشاكل للبلد. شرفتوني ونورتوني كالعاده، وتصبحوا على خير.